السلام عليكم. المملكة العربية السعودية أغضبت إيران بل فاجأتها بالتحرك مباشرة تجاه التطبيع مع إسرائيل، وهذا كله نشر بتفاصيل مثيرة للغاية على المونيتور يوم أمس، والتي اهتمت بتفاصيل كثيرة من ضمنها طبعا تصريحات قادمة من قبل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي. وطبعا هذا الرجل وهو هانجبي كان قد وضع عددا من التصريحات المثيرة بهذا الصدد. ما الذي جاءت هذه التفاصيل؟ ما هي التفاصيل التي ذكرت في المونيتور؟ ذكرت طبعا هذه التفاصيل بأن المملكة العربية السعودية أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأن لا مانع لدينا أبدا من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولكن بعد تحقيق ثلاث شروط بالنسبة للسعودية. أولى هذه الشروط هي توقيع معاهدة دفاعية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المملكة العربية السعودية، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعهد بحماية أراضي المملكة العربية السعودية في حالة أي هجوم إيراني تجاه السعودية، بالإضافة إلى ذلك بأن على الولايات المتحدة الأمريكية تسليم السعودية طائرات F-35 الشبح، وكذلك أنظمة دفاعية لتأمين الأجواء السعودية من أي هجمات ممكن أن تهدد البنى التحتية الخاصة بها. أما الشرط الثاني فهو مرتبط بالقضية الفلسطينية، وهو مرتبط بأن على إسرائيل أن تقدم تنازلات حقيقية وقوية وملموسة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمها كما ذكر في المونيتور بأن ببساطة على إسرائيل أن تتعهد بالتوقف عن مسألة ضم الأراضي الخاصة بالضفة الغربية. أما الشرط الثالث للسعودية هو تسهيل على السعودية مسألة بناء البرنامج النووي السعودي السلمي، وهنا جاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ليقول ببساطة بأن لا مشكلة لدينا كإسرائيل أن تقوم المملكة العربية السعودية بالحصول على برنامج نووي سلمي، لا مشكلة أبدا، وعلل هذا الأمر بسبب أن الإمارات العربية المتحدة وكذلك جمهورية مصر العربية لديها برامج نووية سلمية، لها أبحاث سلمية، وبالتالي لا مشكلة نهائيا، لا مانع من أن تكون السعودية أيضا تمتلك مفاعلا نوويا مثل مفاعل أرامكو كما سمعنا في تقارير سابقة. وهذا طبعا ما حير كثيرا الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة إسرائيل، هل إسرائيل غيرت سياستها في الشرق الأوسط وتريد أن تحقق صفقة مختلفة؟ لأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عام 2018 كان واضحا لبرنامج 60 minutes بأن إن وصلت إيران إلى القنبلة النووية نحن أيضا سنصل للقنبلة النووية. ببساطة هذا يعني بأن إيران كما تحدثنا تصل للقنبلة النووية بهذه الطريقة بأي شكل من الأشكال بأي سيناريو معين، السعودية تصل للقنبلة النووية ببساطة، أيضا تركيا، الخليج العربي، كل هذه الدول ستفكر أيضا بالوصول لهذه القنبلة النووية. وبالتالي يبدو من هذه التفاصيل التي تأتي على المونيتور ومن كلام مستشار الأمن القومي الإسرائيلي واضح جدا بأن إسرائيل قد غيرت نوعا ما من سياستها على ما يبدو، خاصة أنها تحصلت على تعهدات من الولايات المتحدة الأمريكية، سمعنا عنها كثيرا في مسألة وصول إيران للقنبلة النووية. وواضح جدا أن التعهد الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستذهب مباشرة بضربة تدميرية على المفاعلات النووية الإيرانية في حالة قامت إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% على سبيل المثال، أو اتخذت قرارا للوصول للقنبلة النووية، وبالتالي لن يسمحوا لإيران من الوصول لقنبلتها النووية الأولى. وبالتالي يبدو أن إسرائيل لا مانع لديها من أن تكون المملكة العربية السعودية تمتلك مثل هذا البرنامج النووي، حتى وأنها قد هددت بالوصول للقنبلة النووية، لكن هم أساسا سيضربون المفاعلات النووية الإيرانية، بالتالي لن يكون هنالك أي داعي للسعودية بالتفكير للوصول للقنبلة النووية. وطبعا بالنسبة لإسرائيل تحقيق هذه الاتفاقية مع السعودية هي مسألة استراتيجية مهمة في هذا التوقيت تحديدا، فطبعا بالنسبة لهم هذا الأمر إن تحقق فعلا فإنه سينهي الصراع العربي الإسرائيلي، أيضا في نفس الوقت ستوسع تواجدها كإسرائيل على الخليج العربي بشكل أكبر وبرقعة أوسع. بمعنى آخر بأنك يا إيران، هذا ما تريد أن تقوله إسرائيل لإيران، بأنك أنت إن كنت تهددين عبر جولان من سوريا، إن كانت عبر الفصائل الخاصة بها بالعراق، أو حتى من قبل حزب الله اللبناني، فأنا حاضرة بشكل كبير على الخليج العربي وحاضرة من خلال اتفاقيات دفاعية استخبارية أو غيرها، وبالتالي لديها النفوذ
النفوذ ولديها الضغط على إيران، وكذلك ما هو قادم يجب أن ننتبه من هنا أيضا من كازاخستان. بالتالي بالنسبة طبعا لإسرائيل لديها الكثير من النفوذ على إيران، وأيضا في نفس الوقت تعلم إسرائيل ببساطة بأن واحدة من الأسباب المهمة التي جعلت إيران أن تطبع علاقاتها مع المملكة العربية السعودية هو الإبعاد السعودية من مسألة التطبيع مع إسرائيل، وأي تطبيع بين إسرائيل والسعودية سيبعد السعودية ودول الخليج العربي ببساطة أوتوماتيكيا من إيران، وأن هذا الأمر سيغضب إيران بشكل كبير. وفعلا إيران الآن أبدت عن غضبها وانزعاجها مما صدر من هذه التحركات وهذه التفاصيل التي نتحدث عنها. يوم أمس ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل من شأنه أن يزعزع السلم والاستقرار في المنطقة، لن يعود بالنفع على الشعب الفلسطيني وقضيته. وطبعا هم بدأوا يصرحون بهذا الشكل لأن التحركات تجاه التطبيع السعودية وإسرائيل تصاعدت بشكل كبير وخطير، خاصة وأن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي كان مؤخرا موجودا في السعودية، التقى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. البيان الصادر من البيت الأبيض قال ببساطة ووضح بأن هنالك نقاشات في قضايا مشتركة إقليمية من أجل أن يكون الشرق الأوسط أكثر استقرارا وأكثر أمنا. أي ما بين السطور يوضح أن النقاش يأتي في العلاقة بين إسرائيل طبعا وبين المملكة العربية السعودية. وكذلك مسؤولين أمريكيين كانوا قد وضحوا بعد هذه الزيارة في 48 ساعة الماضية تقريبا في 72 ساعة الماضية على نيويورك تايمز، قالوا بأن النقاشات كانت إيجابية بهذا الاتجاه. وكذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا مؤخرا في أثناء حملته الانتخابية لانتخابات عام 2024 التي ستتم في نوفمبر عام 2024 كان في ولاية مين الأمريكية، وقال ربما يكون هنالك تقارب جاري. وأيضا شخص مهم جدا مثل أرون ديفيد ميلر الذي ترونه هنا وهو أحد أهم الباحثين في قضايا الشرق الأوسط في معهد كارنيجي كان قد قال ببساطة بأن بايدن جاد جدا في مسألة تحقيق علاقة وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين أيضا المملكة العربية السعودية. والأوساط الأمريكية أيضا تشجع الإدارة الأمريكية الحالية من أجل الذهاب بهذا الاتجاه. نيوزويك الأمريكية على سبيل المثال بداية الشهر الماضي كانت قد شجعت الإدارة الأمريكية لتحقيق هذه العلاقة لأن فيها نفع كبير على الولايات المتحدة الأمريكية، والنفع كبير طبعا على الرئيس الأمريكي بنفسه الحالي جو بايدن للاستعداد للانتخابات الأمريكية القادمة. فهذا الرجل يعاني من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، هو يعاني أيضا في مسألة العودة للاتفاقية النووية. طبعا العودة للاتفاقية النووية بالنسبة له هي إحدى الوعود الرئاسية المهمة التي لم تتحقق حتى هذه اللحظة، بغض النظر عن الظروف هي لم تتحقق ولن تتحقق طبعا، فهذا يعني بأنها ستحسب عليه. وطبعا عدم المصادقة من قبل الشعب الأمريكي على الرئيس الأمريكي جو بايدن هي مرتفعة، وصلت إلى 54.4% وهي مستقرة كما تلاحظون مقارنة بمصادقة الشعب الأمريكي على أداء جو بايدن. ببساطة يعني أن الشعب الأمريكي غير راضي على عملي وعلى طريقة عمل جو بايدن على المستوى الخارجي، بل حتى أيضا على المستوى الداخلي لديه مشاكل يمينا وشمالا. وطبعا هذا يفتح الباب ببساطة لهذا الرجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لكي يشكل خطرا وتحديا كبيرا مباشرا للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إن طبعا واجهه في نوفمبر في عام 2024 مع استمرار الوضع على ما هو عليه. فطبعا دونالد ترامب الآن مقارنة بأقرب منافسيه من الجمهوريين رون دي سانتز، الآن دونالد ترامب يتفوق على رون دي سانتز بشكل لم يتوقعه أحد. فدونالد ترامب الآن بحسب الـ 538 كما تلاحظون بحسب استطلاعات الرأي توضح بأن كما نلاحظ بداية هذا العام في يناير من عام 2023 ستلاحظ بأن دي سانتز كان قريبا للغاية من دونالد ترامب، كان يتوقع أساسا أن يتعدى دونالد ترامب بسبب الكثير من القضايا التي يعاني منها دونالد ترامب، ملاحقات قانونية وغيرها، مسائل في كورونا التي شهدناها طبعا والتي أثرت عليه كثيرا في مسألة الفوز على جو بايدن وخسر الانتخابات بأكملها. ولكن الآن دي سانتز وبعد أن أعلن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لاحظ المراقبون طبعا بأن دي سانتز كلما عرف الناس عنه أكثر كلما
انخفضت شعبيته أكثر، وكلما ازدادت شعبية دونالد ترامب كما تلاحظون بهذا الشكل، ودونالد ترامب لا زال متفوقا بشكل كبير على ديسانتيز، إلى درجة أنك كما تلاحظ من بين المرشحين الجمهوريين بأكملهم ستلاحظ بأن دونالد ترامب وصل الآن إلى 53.1% من الشعبية الخاصة به ومن الدعم الذي يحصل عليه من استطلاعات الرأي، بينما ديسانتيز أقرب المنافسين له 15.8%، وهذا هو الذي يجعل دونالد ترامب خطيرا على جو بايدن. اليوم النيويورك تايمز قالت بأن دونالد ترامب وجو بايدن إن طبعا تواجها في نوفمبر عام 2024 فدونالد ترامب سيكون قريبا للغاية وخطيرا للغاية، وهذا السباق سيكون طبعا متقاربا للغاية بين الطرفين بعد استطلاعات الرأي كانت قد وضعتها طبعا النيويورك تايمز خلال الشهر الماضي. لاحظوا بأن دونالد ترامب فعلا خطير على جو بايدن، وهنا تأتي أهمية مسألة عودة طبعا تحقيق هذه الإدارة الأمريكية للعلاقة بين إسرائيل وبين المملكة العربية السعودية، لأن دونالد ترامب ببساطة سيحاجج جو بايدن، سيقول له أنا في فترتي حققت علاقات بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، ما الذي حققته يا جو بايدن؟ بالتالي جو بايدن بالنسبة له عندما يحقق العلاقة بين السعودية وبين إسرائيل هذا سيفتح بابا كبيرا بالنسبة لجو بايدن لكي يرد على ما يحاججه به دونالد ترامب، وأن هذه العلاقة هي الأصعب طبعا، وهي أنهت الصراع العربي الإسرائيلي كما تحدثنا، وأيضا في نفس الوقت هي تفتح باب الاستقرار من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بكل تأكيد في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا ستعيد العلاقات وترمم العلاقات الحقيقة المتضررة كثيرا في ظل فترة إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. ستعود السعودية مرة أخرى بعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا ببساطة ستكون هنالك تقارب في مسألة السياسات النفطية ومناقشات أكثر وأفضل وأكثر بناءة طبعا بين الطرفين بعد كل الضرر الذي رأيناه طبعا في الفترة السابقة خاصة مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية. أيضا هي ستمنع النفوذ الصيني الروسي في الشرق الأوسط خاصة إن حققوا مسألة الشروط الثلاثة التي وضعتها السعودية من أجل التطبيع مع إسرائيل، وأيضا من الممكن للسعودية أن تكون وسيطا في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية صدق أو لا تصدق بسبب علاقاتها الكبيرة مع جميع الأطراف المتصارعة، حيث أن خلال هذا الشهر من المفترض السعودية أن تكون لديها قمة من أجل مناقشة مسألة السلام الخاصة طبعا بأوكرانيا وبين طبعا روسيا، وبالتالي تعتبر العلاقة والتقارب مع السعودية وتحقيق مثل هذه العلاقة مفيدة للغاية لجو بايدن في مواجهة دونالد ترامب، سيكون سلاحا يراهن عليه جو بايدن طبعا، وبالتالي على المستوى الداخلي هذه القضية تعتبر جدية بالنسبة لجو بايدن، وعلينا أن لا نستغرب إن تحقق كل ما تحدثنا عنه اليوم، وطبعا خاصة أن جو بايدن لديه وقد حقق على مستوى وعوده الانتخابية حقق 27% مقارنة طبعا بدونالد ترامب. دونالد ترامب في فترة رئاسته كل ما حققه 23%، بينما 55% من البروميسز والوعود الانتخابية لم يتمكن من تحقيقها، بالتالي جو بايدن لديه الكثير من المكاسب من تحقيق هذه العلاقة التي نتحدث عنها. لكن لإيران رأي وقالت بأنها من الممكن أن تزعزع استقرار المنطقة إن ما تحقق هذا الأمر.